نلاحظ أن الأخلاق حسنها وقبيحها هو الخواطر الخيرة والشريرة، ثم ينقلب الخاطر إذا ترتب عليه فعل فيصير خلقا، وإذا قاومه صاحبه ولم يفعل صارت تلك المقاومة سببا في اضمحلال تلك الخواطر. لذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم بالمعاصي. آدم يتوب، أما إبليس الذي سماه الله الشيطان يتكبر. وقال العلماء التوبة لها ثلاثة أركان: علم وحال وعمل. فالعلم هو معرفة الذنب، لا بد أن تعرف ذنبك ولا بد أن تعترف أنك أذنبت. أما الحال فهو تألم النفس من ذلك الذنب وما يطلق عليه الندم. أما العمل فهو الترك للمعصية والإثم وأن يتدارك الإنسان ما يمكنه تداركه، وهو المقصود من التوبة. أما الندم فهو الباعث على العمل، لذلك قيل في الحديث المشهور: الندم توبة. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن نستحق رحمة الله، وأن نستحق عفو الله، وأن نستحق توبة الله علينا، وأن نبادر بطلب المغفرة إذا ما وقعنا في زلل أو في خطيئة، ومن منا بلا خطيئة. التوبة التوبة إخواني، الندم الندم، المسارعة إلى إصلاح ما بيننا وبين الله، لأنه في نظري والله تعالى أعلم قد تكون معصيتي سببا في تأخير النصر على هذه الأمة، قد تكون أنت سببا في هذا، فبادر إلى التوبة، أصلح ما بينك وبين الله، تطبيقا لقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.